حققت الإنجاز. دبل لايك دبل لايك. هذه بلادي البحرين نورها سكن العين، حياكم الله يا طيبين، تعالوا زورنا الحين. بحريننا ديرة أمان فيها الربع والخلان، تعالوا لفوا فريج فريج شوفوا الطيبة بكل طريج. يا ضحكة الناس والحياة، أهلا وسعدا أهلا بخير آتي، أهلا يا ضحكة الناس والحياة. تبدو أنيقا بنا فريدة، تبدي جمالا لنا جديدة، تبدو أنيقا بنا فريدة، تبدي جمالا لنا جديدة. فدم شعورا زدنا سرورا، بمن نراهم نراكم في الأرض عيدا. فدم شعورا زدنا سرورا، لمن نراهم نراهم في الأرض عيدا. أهلا وسعدا بخير آتي، يا ضحكة الناس والحياة، أهلا وسعدا أهلا بخير آتي، أهلا يا ضحكة الناس والحياة. بك التقينا، حياكم الله في دبل لايك. يعطيك العافية. جاهز؟ تفضل انت على الهواء. من بعد كيو مخرجنا الاذاعي حمد عبد الله بوقيس وقال تفضل على الهواء، والتحيات تصل الى جميع المتواجدين هنا من ضمن فريق دبل لايك. انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والعافيه. ولكن كالعاده السندباد راشد الماجد يقول انتوا النجوم تتلألؤون اليوم. الله 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 يا بحرين، سلام سلام. الله على البحرين، والله على أجواء البحرين، والله على لماتنا الشبابية اللي من وين؟ من مجمع مراسي غاليريا، وتحديدا عند جيت أو بوابة رقم 2. برنامجنا الشبابي معاكم كل خميس ويوم وسبت من الساعة 9:30 لين 10:30 بتوقيت بحرين اف ام وتلفزيون البحرين. لذلك فضلا وليس امرا خل الوجهه دبل لايك. صوبنا صوبنا يا الزين كله، خلكم معنا تابعونا دبل لايك. اي نعم، خل الوجهه صوب برنامج دبل لايك، وتحديدا من سياره النقل الاذاعي نطلع معاكم عبر الاثير بحرين اف ام 93.3، وايضا لايف لمستمعينا الكرام من خلال تلفزيون البحرين. انا اعيد ويعني اكرر المعلومات، اخذوني بلطفكم لان المتعودين علينا المستمعين ان نرحب بطريقتنا الاذاعيه، ولكن شويه نختلف معاكم بالترحيب، ولكن هو الترحيب واحد والترحيب واحد، وشبابنا دائما وأبدا حريصين على الرقم واحد. واليوم نقول حق شبابنا اصلحوا اللحظة، اكتبوا التاريخ، دونوا أسماءكم، حققوا أحلامكم، الكل هنا بانتظاركم. ومن خلال مجمع مراسي غاليريا وأيضا دبل لايك، أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية التنسيق والمتابعة الإذاعية بجميع تفاصيلها، حيكم ياسمين مفيد. بينما المخرج الإذاعي حمد عبد الله بقيس يقول لكم مساء الخير، والمخرج التلفزيوني نزار بهزاع اللي شاغل الدنيا وأهلها، هذا والله اللي ما يخذلك أبدا. هذه حق أبو عبد الرحمن، مواعدة بوحدة
مواعده، قلت له وعد انا عندي اياها، هذا اللي شاغل الدنيا واهلها. واليوم اللي شاغل الدنيا واهلها موضوع مهم، ولكن نقول حق ضيف حلقتنا. يلا حيا هذا هو موعد لقاء بعد غيبة، يلا حيا. ضيفنا اليوم في دبل لايك، ضيفنا اليوم في دبل لايك الرئيس التنفيذي لشركة انفنت وير للذكاء الاصطناعي أمين التاجر، حياك الله بعد غيبة مثل ما قالت هند البحرينية. أهلا وسهلا وألف شكر لك على الدعوة، صراحة جدا سعيد وأسعدتني مقدموني. هذا اللي شاغل الدنيا وأهلها، الاي اي شاغل الدنيا وأهلها، ولكن في البداية هل نورة تعلم؟ نورة تعلم نص. ماذا تعلم نورة؟ إذا تبي أعطي الأشخاص شنو نورة بالضبط؟ احنا بدينا معاك على طول. تمام زين. طبعا نورة تعلم هو برودكت احنا مسوينه، ويمكن تتذكر قعدت وياك المره اللي راحت، وبيسكلي برنامج انه بيرسونال اسيستنت، انه المساعد الخاص فيك. وهاي البرنامج طبعا صار لنا فتره نشتغل عليه، فتره قصيره، بس الفكره انه هو برنامج يقرا كل الاشياء الخاصه فيك، محادثاتك، الدوكيومنتس، مستنداتك، يقرا تعرف تيمز مسجز، الكالندر مالك، الايميل، وبالتالي تقدر تسال اي سؤال ويجاوبك من معلوماتك الخاصه. فصار كنا تشات جي بي تي سلاش جوجل بس حقك انت فقط. فمثلا تخيل ان انت مثل ما قلت لك اخر مره، اذا شخص همك سؤال في البادجت مالتك، او مثلا مواعيدك مهمه لك، الامور لها علاقه بالاطفال، تقدر تحدد هاي الامور في البدايه، وبعدين هو البرنامج يحط باله على كل الاشياء اللي انت مسجل فيها من جوجل والامور كلها، وبعدين يقول لك ترى شوف انك مثلا لازم تدفع القسط مالك ترى عقب يومين، او مثلا ترى عندك اليوم المفتوح حق ولدك عقب باكر ما تنسى. فجدا شيء جميل انه يصير عندك البيرسونال اسيستنت الخاص فيك انت فقط، وهاي صرنا فتره نشتغل عليه، وان شاء الله عقب اسبوعين بتنزل نسخه الالفا، معناته عندنا 20 كاستمر بيجربون الشغله قبل لا نفتح حق الجميع ان شاء الله في البيتا. حلو، هذا الخبر الجديد اللي اعطتني اياه الحين. نعم، ان نوره نوز او بالعربي تعلم. نوره راح تعلم حاليا صحيح عن 20 شخص. نعم، في البدايه ولكن بعدين راح يكون متاح للجميع. صحيح. حلو، خلينا نطمن الناس ان هذه المعلومات آمنة وسكيور 100%. صحيح، بين قوسين احنا بندش في مصطلحات الذكاء الاصطناعي، مو اوبن سورس. لا، في فرق. شوف انت نطبق هاي الانظمه مال الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي، اتوقع اكيد استعملته انت. اي نعم. في طريقتين انت تشغل هالنوعيه من البرمجيات. الطريقه الاوليه ان انت تحطهم على الكلاود اللي هو يسمونه الحوسبه السحابيه، معناته عندك شركه او هيئه مشغله حق هالنوعيه من الخدمات مثل اوبن اي اي اللي هي الشركه اللي تقدم تشات جي بي تي. انت لازم تثق فيهم لان كل بياناتك تكون موجوده عندهم. في اشخاص نفسي انا صار لهم فتره في مجال الكمبيوتر ما يثق في شركات ولا احد، وشيء طبيعي تحصل كل مكان في اللي شغالين في ذا المجال، فيقول لك لا انا بشغل هاي الابلكيشن او هاي الخدمه عندي انا بس شخصيا. نورا نوز يقدم هاي الشغله، يعطيك شوف اذا انت من النوع اللي ما بقول لك ما تفتكر في الخصوصيه، بس تقول اوكي انا ما عندي اشياء وايد حساسه، بخليها ويا كلاود بروفايدر مثل الشركه مالتنا اللي تشغل هاي الخدمه كساس سيرفيس او يسمونه سوفت وير از اي سيرفيس، نعطيك هاي الاوبشن. وفي عندك النوع الثاني اللي قلت لك نفسي انا، اللي يقول لك لا انا ابي هاي الفانكشناليتيز هاي الوظائف بس ابيها تشتغل فقط على التليفون، ما بيها تطلع برا. وهذا الشيء جدا مميز يسمونه اوف لاين اي اي، معناته اذا تروح مثلا نازل في مطار جديد للحين ما عندك انترنت كونكشن، في خدمات حلوه تبي تستعملها لكن ما عندك اكسس على الانترنت، مثلا تخيل طلع تليفونك ويقول لي روني الجوازات مال عيالي، او عطني مثلا الفيز مال عيالي. هاي الشيء انا بالنسبه لي جدا عجيب ان انت الذكاء الاصطناعي صدق يخدمك حتى لو ما عندك انترنت اكسس. حلو، خلينا نبسطها على الناس وخذني على قد تفكيري. حلو، انا مع التيم اذا اتصل لهم، وين ابو سيف؟ محمد سيف. ابو سيف لا، مع ابو عبد الرحمن. حلو، عندي معاه لازمه سؤال غير فني، يعني وايد مهم السؤال، فابتدي معاه ابو سيف سؤال غير فني. مع ياسمين اقول لها اخذيني بلطفك. صحيح. اي اليوم تخذني على قد تفكيري ولا يهمك. حلو، اتعلم معاك. نقول ان نورة تعلم اللي من خلال شركتكم وحاط يدك فيه انت وبقوه. صحيح. وسلفنا فيه من قبل انه راح تقريبا يساعد الشخص اللي بيستخدمه بعدين في المراحل اذا نزل ان شاء الله للناس ان ينظم ال24 ساعه المرتبطه بالعائله. بالضبط، احسنت. المرتبطه بالشغل ممكن، المرتبطه بالمواعيد، المرتبطه بالامور الماديه، بالامور لها علاقه بالوقت، الاصدقاء. أوكي. كله يقدر يقراها including حتى الواتساب مالك، متخيل؟ يعني يقدر يقرا مسجاتك الواتساب قبل لا انت تبطل الواتساب تقراهم، ويعرف شنو مثلا اذا عندك موعد في مكان معين او شيء معين.
مثل ما قلت هو منظم كنا بيرسونال اسيستنت بينظم حياتك الخاصه فقط. السؤال الاخير قبل ما اطلع من هالمحور، ممكن اللي عمره 40 يستخدمه، اللي عمره 50، اللي عمره 60، الشباب اتوقع اوكي، ولكن حطيتوا في بالكم هالنقطه؟ تصدق انهم تستانس على البرودكت اذا راويها كش قالك خالتك اليوم. فاحنا يوم بدينا نسوي البرودكت انا بيصير مثل ما اقول عندنا مولتيبل تيرز، يعني اكثر من مستخدم حسب الاستخدامات الخاصه اللي يبيها. في عندك باور يوزر نفسي انا شخصي يهم الديتيلز كلها في غطي لي الامور، لكن حتى حق الاشخاص اللي مثلا استعمالهم بسيط، مثلا بيعرف مثل ما وعد اليوم ماله، او مثلا شنو اخر بيمنت دفعها مثلا على كوفي شوب، او بيعرف مثلا كم صاله تقريبا البادجت اللي صرفها مثلا خلينا نقول على المطاعم. تقدر تسال هاي الاسئله حق البوت نفسه او الاي اي اسيستنت، وبيقرا معلوماتك الخاصه من يور برايفت مسجز، تعرف الاس ام اس مالينك، المسجات، يقدر يقرا الايميل، يعرف التفاصيل. حتى اذا عندك امور في الحكومه مثلا، خلينا الحكومه الالكترونيه، متى لازم اجدد السجل التجاري مالي، متى لازم مثلا الليسن بيخلص، هاي الاسئله تخيل انت تحضر لنا احنا كوادم بس تقول هل بطل ايميلي، هل بطل اسوي لوجن في bahrain.bh، ولا بس اقدر اساله سؤال بسيط ويعطيني الجواب من النهايه. يا سلام. ايوه، لان احنا يعني اغلبيتنا ولا ما بعمم ننسى تجديد الجواز والليسن. صيني وايد ننسى. نعم. فنوره تعلم. نعم. من بعد الفاصل اليوم مستمعين الكرام في تاريخ 19/7، راح أقول التاريخ لأنه ممكن تنعرض الحلقة أكثر من مرة ويشوفونها الناس في يوتيوب، أصبحنا على موضوع كان جدا مهم وأشغل الدنيا وأهلها. من بعد الفاصل. مساء الخير. مساء الخير بصوت عبد المجيد عبد الله لجميع مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدين الكرام من خلال شاشة تلفزيون مملكة البحرين. عودة إلى ضيف حلقتنا أمين التاجر وبدر. خبر أشغل الدنيا وأهلها اليوم الصب، شير من ياسمين، شير من حمد بوغيت، شو السالفة؟ أتوقع عارش تحكي عنه مايكروسوفت. شو اللي صار؟ بس ترى هو مو مايكروسوفت بالتحديد. أيوة في شركة ثانية. أنا بعطيك التفاصيل بس صلت. أنا أبي أقول نقطة أن لتاريخ الحلقة 19/7 يمكن الناس تشوف عقب فترة، ف 19/7 قعدنا الصبح وفي خلل فني إن شاء الله. عندك التفاصيل. هو طبعا اللي وصلكم في الأخبار أنه وايد أشياء صارت داون، مثل مطارات في يوم وليلة شيء مرة واحدة قالوا لك أنه ترى أكثر من طيارة بتوقف، تكنسل طيارة، بتأخر مستشفيات، بنوك. المشكلة في الويندوز طبعا صارت مشكلة وايد عودة اللي يسمونها البلور سكرين اوف ديث، مرة واحدة الكمبيوتر كلها شيرات. زين الحين شو السالفة؟ عقب اكتشفنا ان معظم هاي الاجهزة تستعمل سيستم يسمونه كراود سترايك، اللي هو نظام له علاقة بالسكيورتي، نفس تخيلك انه انتي فايروس بيسكلي. والشركة اللي اسمها كراود سترايك نزلت ابديت، وهاي الابديت طبعا خرب الويندوز، فما له علاقة بالانظمة الثانية مثل الماك واللي عنده لينكس، بس الويندوز بالتحديد. فكل هاي الأجهزة اللي تستعمل هاي النظام شيرت مرة واحدة، صار لها ريستارت وما قاعدة تتصلح. فالشركة نزلت طبعا خبر قالت اللي يبي يصلح ذي الموضوع لازم يسوي شيء شوية مانوال. بس شنو الفكرة؟ ان انت في يوم وليلة كل شيء وقف، كل شيء اخترب، وهذه مو هجمة سبرانية، يعني هاي شيء المضحك المبكي خلينا نقول. يعني عادة هاي الأشياء من الدامج اللي تصير تتوقع انه واحد حاط دوبه ويا شركة سيستم بانك، لكن الشركة اللي مصنعة السوفت وير نزلت ابديت غلط. اوكي. وش علاقتها بمايكروسوفت؟ طبعا هاي النظام ما يشتغل حاليا على ويندوز طبعا برودكت مال مايكروسوفت، فاللي عندهم ماك وعندهم لينكس الحين تشوفهم صفقون قاعدين امورهم زينه. طيب عشان نقول حق المستمعين والمشاهدين، ترى الذكاء الاصطناعي ما له دخل في السالفه ابدا، ولا حتى الامور السبرانيه يعني ابدا، لان في وايد اشاعات كمان يقول لك اوه هجمه عوده صارت على مايكروسوفت ذي الامور. لا، الشركه اللي هي منزله السوفت وير هي اللي اسهمها الحين نزلت. اذا بتدور اونلاين بتشوف ان سمعتها تعورت شويه، فمثل ما قلت لك ابديت، وهاي شيء يصير وايد في عالم السوفتوير. يعني عندك مثلا مبرمجين يشتغلون على برودكت على ابديت، لازم تشيكه زين ما زين قبل تنشره، خصوصا اذا انت عندك وايد كاستمر في امور حساسه، اماكن حساسه مثل بنوك، مطارات، امور حكم. فاليوم اذا بديش اللينكدين او حتى الفيسبوك او x.com تشوف كل من مصور وقاعد يضحك صوب البلو سكرين اوف ديث، يقول لك اليوم ما عندنا شغل. اوكي. هاي القطات ها بين الشركات. اوكي. صوبكم. لا مو القطات، صوبكم يعني مجالكم. اي نعم. انت عارف الحين صوت وصوره لازم توضح كل شيء. جاهز ان شاء الله. حلو. النقطة الثانية بتكلم لك او بتكلم عنها وموضح حق المستمعين والمشاهدين الكرام، لكم دور في تطوير مشروع واطلاق مشروع
بالتعاون مع وزارة العمل. أعطي التفاصيل. هو طبعا عندنا مشروع اللي هو يسمونه الليبر لا تشات بوت أو البرايفت ليبر لا تشات بوت. هو ما عندنا شيء رسمي ويا وزارة العمل، بس الفكرة كانت أننا بنجرب هل نقدر نسوي مثل ما نقول بوت، بس بوت صج ذكي. ممكن تكلمنا أتوقع عن الموضوع أو ممكن شفته أونلاين أنت، بس الفكرة أن احنا خذنا قانون العمل البرايفت سيكتر وحطيناه في نظام مبني على الذكاء الاصطناعي، يستعمل شيء يسمونه تعلم الآلة أو ماشين ليرنينج. والحلو في هاي النوعية من الأنظمة أن تفهم الناس، تقدر تكتب له مثل ما قلت لك باللهجة، يعني تقدر تتكلم وياه بلغة معينة، بالعربي بالإنجليزي بلغة ثانية، وحتى اللهجات يفهمها. يعني بتكسر له مثلا، بتكتب له مثلا باللهجة المحرقية ذي بعد بيفهم لك، وذكرت هذه الموضوع من قبل. بس بيسكلي تقدر تقول له مثلا كم إجازة موجودة حق في قانون العمل حق الأمور لها علاقة بالسكليبس فرضا أو المرضية، أو مثلا كم إجازة إذا أنا بطلع مثلا حق ولادة، إذا مثلا شخص بيطلع حق ولادة، وهاي الأمور تقدر تسألها ويجاوبك على قد السؤال. فالحلو إن أنت بدل ما تبطل الدوكيمنت وتقعد تدور وتحاول تصيد الكلمة، إذا بسوي كنترول F عشان تصيد الكلمة، تقدر تشرحها بالطريقة اللي تعجبك، بالطريقة اللي تقدر تشرحها وبيحصل لك الجواب وباللغة اللي أنت تفهمها. حلو. نعم. وهذه حصلتوا على جائزة؟ نعم، حصلنا الجائزة المركز الأول حق اللي هو برمجيات الذكاء الصناعي، ما قصروا ويانا اللي هما الاي جي اي. بس بيسكلي اللي احنا بدينا فيه طبعا حق قانون العمل كان تجربة مجانية طبعا، كل من يقدر يجربها الحين. حلو. والحين نحطها على موقع الخاص اللي هو laborlaw.amin.ai، يقدر يشوف اللي مفتوحة موجود مفتوحة فري سيرفيس حق البحرينيين وحتى الأجانب. بس بدينا حق الليبر لا، وطبعا من كبر ان شاء الله ازيد. وحين الإضافة الجديدة اليوزرز ما يحتاجون يدشون الموقع، يقولون يدشون دايركت واتساب، دايركت يكلم الموقع، فصرت تجربة وايد أسهل من التلفون تقدر تسأل. حلو ممتاز. نعم. ندش شوية في عميق بحر وغبة الذكاء الاصطناعي. يلا خلينا نروح. هذا اللي شاغل الدنيا وأهلها الذكاء الاصطناعي، وموضوع بيقصون عليك وفي خداع وأن هذه ذكاء يخدع ذكاء. احنا وين موضوعنا في موضوع الخداع بشكل عام، وندش في التفاصيل الى الحياة اليومية بالنسبة حق المواطن، حق المقيم، حق المستمع، حق المواطن، موضوع الخداع، وندش في 100% التفاصيل اللي عندك اياها. انت طبعا مثل ما اتوقع تستعمل بنفيت باي والبرامج البنكية اللي موجودة الحين على التلفون، صح؟ طبعا هاي الموضوع جدا جميل وسهل لنا حياتنا، لكن بعد في مآخذ وايد عودة. واحدة منها حين النصب صار different level، حين عندك يعني في اشخاص معينين يقوم الصبح يقول انا شلون اقدر انصب على شخص معين، سواء كبار في السن او الاشخاص اللي يعني ينقص عليه مثلا او متعاون جدا يعني ازيد من اللزوم. ففي السابق الهاك او خلينا نقول سكامر مثلا، الشخص اللي حاب انه هو يخدع اشخاص يستعمل يكتب ناس مثلا، يكتب لك انه ترى حصلت لك رساله بريديه مثلا من البحرين، لكن تشوف رقم فوق بلس 91 من الهند مثلا، بيخليك تضحك. في شخص ثاني صادق اذا ما يقرا هاي التفاصيل وما عارفه. ف ومعظم اللي يسوون ذي السكامز أو تعرف ذي الأشياء اللي فيها خداع تحصل حتى في الإنجليزي كسر. إذا تجيها حكوميا المفروض إنه ما تفشل في الإنجليزي، مفروض إيه. فإذا تيلك المسج تضحك، يعني استانس، تقول تيلك في أوقات تقول كنت بضحك وحين يعني شيء يضحك. لكن للأسف في أوراق من خدعون الحين مع الذكاء الصناعي على كل الفوائد اللي قاعد تصير فيه، في أشياء بدأت تأذينا، واحدة منها إنه إذا يلك سكامر ويبي يخدع شخص معي مثلا يونس، كل اللي عليه يسويه انه يدش مثلا البلوج مال يونس، او يقدر يدش السوشيال ميديا اكاونت مالك، ياخذ التفاصيل اللي تعجبه عنك، وحتى يعطيه اللينك مالك انت بس مال انستغرام. هذا من خلال الذكاء الاصطناعي بوصلته. فانت تخيل روحك سكامر، انت مو لازم تتعب الحين نفس قبل لازم تجتهد شويه، الحين لازم تجتهد، تعطيه اليو ار ال مالك اللي هو العنوان مال البروفايل، وتقول له ابيك تدرس يونس، ابى اعرف شلون يفكر هالادمي، شنو يحب، شنو ما يحب، مقابل مين اليوم. وبعدين تقول له ابيك تكتب لي قصه، تسوي لي شيء ناس عشان اطرشه حق يونس واحسسه ان ترى انا عارفك من قبل، عشان تثق فيه بيسكلي. وبعدين ببساطه الذكاء الاصطناعي تقدر حتى تسجل فويس، يعني قبل نعطيه تكست بس ناس وخلاص، بس الحين اذا شخص انت اعلامي بعد اوريدي، فاقدر ادش على اليوتيوب واخذ اصواتك واخلي نظام الذكاء الاصطناعي يتعلم من صوتك وبالضبط يب حتى اللهجه اللي تتكلم فيها. وفي نظام ثاني الحين ما سمعت عنه، ما بيخرك واي، بس هو الواقع هو توصل خلاص. ايه ايه ما شاء الله انعكاس دايركت بين بعد. لا المثال علي شدت شيء قاعد اتخيل. لا صح صدق. ايه وهاي الواقع، يعني هاي اللي قاعد نعيشه. في نظام نزلينه شركه اوبن اي اي اللي هي نفس الشركه اللي سوت تشات جي بي تي، عندهم نظام يسمونه سورا، مر عليك من قبل سورا؟ اي سورا بيسكلي سيستم يسوي فيديوز حق 60 سكندز، تقدر تقول له شنو بالضبط تبغي ويسجل لك فيديو فول اتش دي، بعد اذا ما غلطان اتش دي او فول اتش دي،
حسب الكلام اللي تقوله. تقدر تقول مثلا ابي ترسلني مثلا سوي لي فيديو حق سياره عقب تنقلب صر طياره عقب 30 ثانيه او شيء، تقدر تعطي وايد ديتيلز ويقدر يسويها لك. وفي وايد ديموز اون اذا بتشوفهم. بس هاي الشيء رهيب، معناته الحين انا حتى كونتنت سمعت عن الديب فيكس اتوقع بعد أي نفس الكونسبت. انا الحين اقدر اسوي لك ديب فيك حق شخص وهو يتكلم واخلي الباك جراوند مثلا ما مثلا في السفر، خلينا اخوك مثلا مسافر، اقدر الحين اسوي لك ذا بيرفكت سيناريو خليك تصدق ان اخوك متصلك مثلا من امريكا يقول لك انا متوهق طرش لي هالقد مبلغ، وانت الصوت تقول هاي عارفه هاي اخوي، تقول هو قال لي هو في امريكا كورا باصات امريكا انزين متوهق وطرش لي من الرقم الامريكي. فاللي بقوله لك يمكن طولته شويه، بس الذكاء الاصطناعي قاعد يعطي وسائل جديده، ادوات جديده حق الانسان اللي يحتاجها وحتى حق الانسان اللي بيهاجمك. حلو، احنا نقول حق المستمعين والمشاهدين الكرام احنا قاعد ناخذ الذكاء الاصطناعي من الجهتين. بالضبط. من الجهتين، انت لان في النهايه انت عندك شركه ذكاء اصطناعي. صحيح. في النهايه يعني ابو بدر امين ما راح يتكلم من فراغ او انه يبي ينتقد مجال الذكاء الاصطناعي. صحيح. على فكره جي او باي ذا واي، تعرف باي ذا واي بي تي اتش هذه تاني متعلمها؟ افا انا اسف اني قلت المعلومه على هوا. اوكي، بس بفرع على الاختصار قبل اعرف كنترول اس كنترول اف فايند مثلا. نعم. كنترول سي كنترول اكس تعلمناه يعني، ليش ما علمني بي تي اتش هذه؟ صدق كتبها لي واحد قلت له شنو يعني، انا ما ادري يعني هذا الاشياء اللي يفيدك فيها تشات جي بي تي. صدق اذا ما تبي تنحرج تقعد تسال تقول شوف انا ما اعرف بس اقول حق احد. صدق تصير اخذ ترى بقول لك انا ما قاعد اتغشمر، هاي من الامور اللي جدا جميله حق استعمالات الذكاء الاصطناعي. في وايد اشياء الاشخاص مثلا ينحرجون فيها، يخاف يسأل شخص وبعدين يطيح مثلا من مكانته الاجتماعيه قدامه. انت شلون مثلا تشتغل في بنك وما تعرف كلمه ايبان فرضا، او شلون تشتغل في مكان اعلامي وما تعرف هاي الاكرونيم هاي الاختصار شو معناته؟ تياو تشات جي بي تي او شيء شبهه وتقول له اشرح لي كني ثاني ما اعرف شو السالفه، كني عمري مثلا 5 سنين او 6 سنين، ويعطيك اياها من النهايه ويقول ما حد يحرجك. امورك طيبه بينك وبينه. بالضبط، وهذا اللي يعجبني وايد في الذكاء الاصطناعي، ان تجربه التعليم تجربه التهذيب تكون وايد خاصه. ما في نفس قبل، في اشخاص مثلا عنده خلينا نقول مثلا اتيتيود معين، وفي اشخاص مثلا ما بيعطيك المعلومه الا عقب ما يعصرك. لا ويا تشات جي بي تي تقدر تصير مثل ما نقول فولنربل، تقدر تقول شوف انا صدق انا ما ادري السالفه، علمني من البدايه عطني القصه. وطبعا انا ما استعمل تشات جي بي تي، بس في شيء يسمونه بيربلكسيتي، ما ادري اذا مر عليك من قبل. هذا ما مر عليك. اي بيربلكسيتي الفرق بينه انه صار كنا سيرش انجن، يسمونه انسر انجن، مو محرك بحث، محرك اجوبه. شو الفرق؟ الفرق عطنا مثال. تمام، انت الحين تستعمل جوجل وتدور شيء معين، صج تذكره وتكتبه في السيرش بوكس، بس بيطلعون لك شنو صفحات، انت لازم تسوي هاي الورك وتدور صفحه صفحه لما تحصل شيء اللي تبغيه. ويا بيربلكسيتي قاعد يحاول يغير التجربه بوساطه الذكاء الاصطناعي، ويقول لك انت اكتب سؤالك، انا بدور عنك اونلاين، بدور عنك اونلاين، مو نفس شات جي بي تي بحفظ اشياء وايد وبعطيك جواب دايركت، لا انا بروك المواقع اللي بدشها وبعدين بقول لك من الاجوبه اللي شفتها من الاشياء اللي عجبتني هاي الجواب، تقدر حتى تواصل فوقه. مثلا بعطيك مثال، شوف هاي اليوز كيس اللي مو طبيعيه، تخيل ان مثلا في عندك وظيفه جميله، مثلا انت في وظيفه بتقدم لها فرضا بدش البرايفت سيكتور، تاخذ اليو ار ال او اللينك مال الوظيفه وتحط تقول له يا بيربلكسيتي او تشات جي بي تي ادرس هاي الوظيفه فهمها، وبعدين تقول له ابيك تدور واحد اسمه مثلا يونس او امين التاجر اونلاين، شوف البروفايل ماله يناسب هاي الوظيفه ولا لا. اوكي، مو طبيعي. لا تخيل ان انت مثلا تبي تعرف انت قد الشغله، شنو راي السيستم اللي برا، هل انا يناسبني ذا الشيء ما يناسبني، فتاخذ راي من برا مو من داخل السيستم مو من اهلك. هل تدري يوم من الايام بايك وخلنا اجرب على بروفايلي يعني. عجيب، ما احنا نقدر نجرب قبل شوي. صدق يصير؟ يصير نجرب في الفاصل عند دقيقتين. كم فاصلنا حمد عبد الله بقيس؟ تقريبا دقيقتين، دقيقتين ونص. في دقيقتين نقدر نجرب؟ نجرب ايش؟ لا بعد الفاصل بناخذ التجربه. دبل لايك في مجمع مراسي جاليريا. احنا معاكم من 9:30 ل10:30. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين في أم 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين من خلال دبل لايك. قبل الفاصل قلنا بنسوي تجربة في تلفون وبدر، ولكن إذا كان يونس موجود معاه ما يخليه فقير. قلت له سؤال دقيقة، قال الفاصل قلت له سؤال دقيقة، عرفت تلفوني هناك بايبة، قلت له نسيت عندي سؤال، لأن موضوع الذكاء الاصطناعي هذه ما شاء الله شاغل الدنيا وأهلها. ولكن بنسوي هذه بنشيك ويصير أختار الوظائف أنا. أكيد. أوكي، بنحدد مثلا خلينا نقول 15 وظيفة مثلا يعني. تعرف أحسن شيء تجرب، مو تسمع عن شيء تجرب بروحك. لا أنا هذه الحلو في الذكاء الاصطناعي إنه خلينا نتكلم
بعض المواقع أو الأبليكيشن ممكن تجربها بطريقة سطحية مو بديب يعني. قبل ما أروح حق السؤال يا في بالي سؤال كنت بسأليك في الفاصل أو في الأغنية ما يعني تتجاوب وما بقطعك. في ناس يتصيدون على الذكاء الاصطناعي؟ تقصد إنه يدورون مشاكل عليه؟ أي في ناس في وايد أشياء، بس شوف الحلو في التكنولوجيا قاعد تتعدل تصير يوم عن يوم أحسن. بعطيك مثال، أول ما طلع شات جي بي تي في شغلة يسمونها الهلوسينيشنز اللي هي إن يخربه. أوكي ساعات يأخذ الحماس ويتهور ويعطيك قصة وتشوف القصة لفت يعني روح يمين كلش، بس لأن على قولت الجانب very convincing يعني قاعد يعطيك هاي الفيل إنه هو قاعد يقول لك شيء صدق وأنت تصدق. فأول ما يعني تعرف بدأوا الأول يستعملونه مثلا في التعليم، أو مثلا اللي يسأله سؤال خاص يقول له مثلا شنو، أو يسأله في التاريخ فرضا عطني الحدث اللي صار في هاي السنة، أنت تشوف لين يعطيك الجواب شات جي بي تي تحس إنه قاعد يقول لك قصة صجية بس هو قاعد يألف لك طبيعة، لأن هاي نوعية من الذكاء يسمونه generative AI، ذكاء صناعي توليدي، هو مهيئ في الديزاين ماله إنه هو شوي كرياتيف يعني. بس هذه من الأمور دائما أذكرها من قبل، أنت تقدر تحدد حتى كمبرمج إيش قاعد تبي يكون كرياتيف، تبي تعطيه مجال يتهاور يبدي مثلا يألف لك كلمات حق موسيقى حق أغنية، ولا تبي يكون حد جاف اللي يعطيك الجواب as is، خصوصا تحتاج هالأمور في الأمور لها علاقة بالحكومة يعني مثلا الأمور الرسمية، أنت ما تبي الواحد يعطيك معلومة مغلوطة مثلا. فإجابة على سؤالك، هاي النوعية من الأنظمة كانت أول ما طلعت بدت شوية تحسسك إن الذكاء الاصطناعي ما أقدر أعتمد عليه، يعطيني أجوبة أنا ما أدري أصدق ما أصدق، حتى إذا تستعمل شات جي بي تي يطلع لك خط تحت مكتوب لا صدق إيش تشوفه، هما كاتبين إيه هما كاتبين، يقول لك استعمله لكن بعد حط في بالك إنه يمكن أحيانا يعطيك أجوبة مو صح. لكن الانسر انجن اللي تكلمت لك عنه، محرك الاجوبه اللي يسمونه بروبلكسيتي، يحاول يتغلب على هذا الموضوع، لحين مو كامل غلب الموضوع، بس يقول لك شوف الاجوبه اللي يعطيها الانسان وايد مهم ان انا اعطيه السورس مالها، اعطيه المصدر. فهو صدق قاعد يدور لك في المواقع مثل ما قلت لك، لان سالته مثلا تشوف بروفايل يونس، تشوف الوظائف، وبعدين وهو يجاوبك يقول لك مثلا ان يونس اي ناسب هالوظيفه، بيقول لك ليش 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 ليش، ويعطيك المصادر من الموقع اللي حصل في الأجوبة. نشوف هاي الصفحة شتى مثلا مقدم برنامج مثلا على الطيور، فمن كذي هو فاهم في ذا المجال. اي فمو بس بيعطيك الجواب، بيعطيك السورس تقدر تجرب بروحك تأكد. جميل. في سؤال وانت حين تسولف ان احنا كنا، انا بوضح حق المستمعين المشاهدين ان نتكلم احنا من الجهتين. صحيح. طيب خبرتني عن موضة جديدة انا استانست عليها وايد ومبسطها حق المستمعين والمشاهدين الكرام، سالفة أنت عطيتني مثال طبعًا. نعم. سالفة إنه قلت لي مثلًا الحين هي موضة جديدة في الذكاء الاصطناعي إنك بتقلل يوزر نيم والباسورد، تعرف إنه أنا عندي حساب في مثلًا إنستغرام. صحيح. وات إيفر يعني. أيوة. فكل واحد يحتاج لوجن يحتاج يوزر نيم وباسورد. ففي موضة جديدة الحين. في موضة جديدة صحيح. هذه من الأشياء الزينة. أي وهذا طبعًا ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي، في سيستمز الحين تعرف أنت أي سيرفيس بتستعملها أي خدمة لازم عشان تثبت حق الخدمة إن أنا صدق يونس مو بشخص ثاني أمثل. حط اليوزر نيم مالك والباسورد. اوكي. وفي انظمه الحين طبعا تقول لك بطرش لك او تي بي اللي هو الوان تايم باسورد اللي هو الرمز اللي لك على التليفون. أوكي. عشان تسوي لوجن تدخل على السيرفس. مشكله الاو تي بي مثل ما تعرف ان في اشخاص للاسف تي لهم هاي الرساله ويكلمه واحد من شانل ثاني مثلا يقول له اوه ترى طرش لك مسج، طرش لك رقم سجل طرش لي، يكتشف الشخص انه هو طرش المسج حق الهاكر فرضا، الهاكر يستعملها على اساس انه ياخذ اكاونتك، تصير هاي السالفه وايد في وين في الواتساب خصوصا بنفيت باي هاي اللي احنا متاذين فيه في البحرين. ففي حال يسمونها الباسوردلس السيستمز ان انت خلاص ما تستعمل يوزر نيم وباسورد، موضه قديمه. فالحال ان انت تستعمل انظمه جديده شويه فيها سكيورتي ازر، واحنا منها في شيء يسمونه هاردوير توكنز اللي انا وايد استانس عليها، بس مؤسف وايد ان الحين في البحرين ما نستعملها. يعني انا اتمنى من الجهات اللي تشتغل مثلا في المصارف ان يبدون يشوفون هالموضوع بشكل جدا جدي. فواحدة من الأمور أنك تقدر تأخذ مفتاح إلكتروني وتحطه صوب التلفون مالك، في عندك شيء ملموس، شيء فيزيكال، شيء فيزيائي تحطه صوب التلفون لين بيسوي أي معاملة تجارية، بتدفع بنفت بي حط الشيء صوب تلفونك. أيوة. أي فهذا الشيء بيقلل وايد، لأن الهاكر مثلا إذا موجود في قارة ثانية ما بيقول لك أنه مثلا طرش للمفتاح مالك عشان أقدر أبوقك، وهذا شيء موجود من زمان ليش ما يتطبق، هاي سؤال المليون. أوكي عشان بس أنا أوضح حق المستمعين، وأنا أيضا من كلامك هذه لا دخل في التكنولوجيا أكثر، في التكنولوجيا والسيكوريتي ما لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، بس هاي الشيء موجود عشان يقلل هالهجمات. أنا ليش أذكره؟ لأن مثلا الأشياء اللي تصير في بنفيت باي بتقل وايد، عندك مفتاح تلصقه بس في التليفون عشان تثبت حق بنفيت باي أن أنا الشخص المعني وهي حسابي، مو واحد ماخذ الـ OTP مالي قاعد
يمثل حالة السيرفس انه هو انا. خذني على قد تفكيري، نسيت المفتاح هاي في البيت. تقدر حسوي منه اكثر من كوبي، تقدر تخلي واحد في السياره واحد وياك في المفتاح. يعني هو في النهايه شيء فيزيائي يثبت حق السيرفس ان انت مو عندك معلومه طرشتها حق احد. أوكي. عندك شيء ملموس تقدر تعطي شخص ثاني. ما نقدر مثلا ندور طريقه بديله يعني حق اللي هو شورت ليست باسورد، اتوقع هاي اسمه ولا شنو؟ الباسورد ليست قصدك؟ الباسورد ليست. اي في طرق وايد، بس انا افضل هاردوير توكنز بالخصوص. أوكي. يعني مثلا تقدر تقول له ما بسجل يوزر نيم وباسورد، طرش لي مسج على التليفون، هذه وان واي. طريقه ثانيه يقول لك مثلا بيلك اتصال على التليفون، لكن انا اشوف شخصيا احسن شيء الهاردوير توكنز. يعني اكثر الشركات اللي ما صارها هاك او خلينا نقول تجارب الهاكينج صارت تجارب جدا قليله مثل جوجل، جوجل معروفين ان يستعملون هاردوير توكنز، هاي المفاتيح اللي بس رصلك في التليفون وتقدر تسوي اي معامله فيها سنسيتيفيتي. مثلا عندي سؤال صراحه بك تجاوب صراحه، دائما صريح، اشكر فنك. ليش لحد الان ما في قوانين انا خذني على قد تفكيري اللي قريته واللي سمعت عنه واللي تابعت اكثر من ناس متوجهين في هذا المجال، ما في قوانين عامه تخص الذكاء الاصطناعي مع ان هذا شيء متسارع؟ اعطيك مثال. اوكي خلينا نحن نوضحها. هو ممكن ما يكون شيء سهل، احنا نتكلم بشكل عام بشكل عام، لان يمكن كل دوله لها مقاييس معينه حق الذكاء الاصطناعي. صحيح. الى اخره. وانا بنقول بشكل عام في العالم، لان احنا اول ما وصلت السياره كل دوله كانوا لهم طريقه معينه. بالضبط. يعني ابسط مثال مثلا احنا نسوق يسار ودول ثانيه يمين، يعني مثلا. ففي اشياء في اختلافات، ولكن بعد اخذني على قد تفكيري، ليش لحد الان ما في قوانين ممكن تنظم الذكاء الاصطناعي لو مسوده؟ في محاولات، انا يعني عشان ما نقول انه مو موجود، بس الشيء الصعب في موضوع الذكاء الاصطناعي انه هو كتقنيه، لان فيها وايد فوكس، كل من قاعد نحط دوبا دوب الذكاء الاصطناعي بطاوره يبي تشوف شلون يستفيد منه. فالتكنولوجيا بحد ذاتها قاعد تتغير، ما اقول لك يوم عن يوم، تتغير دقيقه بدقيقه. فانت تخيل مثلا اليوم دارس تقنيه معينه لها علاقه بالذكاء الاصطناعي، تقول الله فان انا هالاسبوع بسوي شغل فيه، بسوي بروجكت، بطلع عينك الاسبوع اللي عقب ويقول لك والله هذا المشروع سكينا، سوينا مشروع جديد، زين اللي اشتغلت عليه واللي تعلمته رد تعيد من اول. فتقنيا انت وايد صعب ان انت تنظم شيء قاعد يتغير يوم عن يوم. الشيء الثاني ان اللي شرعون حاليا هاي الشيء، طبعا في اكثر من تقنيه منها الكريبتو، انا كنت ذكرت الموضوع من قبل، انت شلون تنظم شيء انت ما تفهمه؟ عاده اللي ينظمون المشرعين اذا ما بيتعاون ويا واحد فاهم التكنولوجيا صج ما يقدر ينظم الشيء، وهاي الفشل اللي صار في الكريبتو. الكريبتو شيء يعني احنا ما نبي نتكلم عن الكريبتو اكثر من ذكر صناعي، بس كتقنيه كان يبي يسوي شيء يسمونه اللامركزيه. تشلون تشغل انظمه بدون ما يكون عندك شيء مركزي، اذا طاح كل شيء يوقف، نفس اللي قاعد يصير اليوم مال كراود سترايك مثل اللي ذكرناه. فهاي البلوكتشين يحاول يشغل الشيء. زين معظم المشرعين ما فهموا التقنيه، بقول لك اوادم يهمهم يسوون انفستمنت، يهمهم استثمار. زين هو ما يفهم التقنيه، هو بس فوق قاعد في السيرفس. تقنيه تحتاج تقري واحد فني يشرح لك البوتنشال، الاشياء اللي تقدر تسويها، الاشياء المكنونه في هاي التقنيه. الحين الذكاء الاصطناعي نفس الشيء، بس ابتعوا شويه المشرعين، قال لك والله تدري خلينا نبدي ندرس الموضوع. ففي عندك شيء مثلا في اوروبا يسمونه الاي اي اكت. اي اي اكت، اي نعم، اللي هو يحاول ينظم الذكاء الاصطناعي الانظمه واستخداماته حسب الاضرار اللي يمكن يسببها. مثلا اذا كان خلل الذكاء الاصطناعي بس بيوقف السيستم اعتبره كلش لو، بس اذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن يهدد حياه شخص واعتبر السيستم هاي ريسك، وانا لازم احط فيه شروط ازيد، اصعب التستنج ماله، اتاكد انه أشيك ألف مرة قبل. أنا تخيل مثلا تستعمل سيستم ذكاء اصطناعي في مستشفى، ما تشوف اللي يقول لك بالغلط الروبوت وهو مفتر كذي قصلك مثلا الراس أو شيء. فطريقة الأوروبيين هو يفكرها بالرسك، يقول لك إذن شلون الدامج مال التكنولوجيا. فاللي بقول لك أنا متفهم ليش صعب الموضوع، أنا خصوصا في البزنس إذا اشتغل يوم مشرعين سواء في البحرين أو برا أتفهم صعوبة الموضوع، خصوصا إذا أنت مو كل يوم تبطل عيونك على موضوع تعلم الآلة المشين ليرنينج، تبي تعرف تشوف السوشيال ميديا فيها وايد اشياء، شنو الصدق شنو الغلط شنو الباطل. فما يلومون. اوكي عندي سؤال قبل الفاصل. تفضل. هل ممكن تسال تشات جي بي تي؟ هو خلينا نقول الحين بافتراض هو رقم واحد. لا، في الحين طبعا تشات جي بي تي اول ما طلع كان هو نمبر 1. الحين في عندك انظمه تشابهه، واحده منها يسمونها كلاود. اوكي. في عندك سيستم تحت شركه اسمها كوهير. في عندك اكثر من بيج بلاير في هاي الماركت، بس تشات جي بي تي يعتبر الرسمي المعروف. اوكي خلنا نقول مثلا واحد منهم لو سألنا سؤال حط لي قوانين وانظمه تنظم شغلك، اقصد الذكاء الاصطناعي. ايوه بيحط بيساعدك، بس يعني ايش قاعد انت بتعطي كرياتيفيتي بالطقة سلف تخليه يتهاور وياخذ الحماس، ويمكن يعني احس ديبيتبل، بس اتس ا جريت ستارت تقدر تقوله وتبني على الاشياء اللي بيكتبها لك.
ممكن تقول له يجمع لي من دول العالم كلها. اي تقدر حتى في Perplexity اللي قلت لك عنه تقدر تقول له ابيك تفهمني الاي اي اكت، انا مالي في القوانين ولا افهم في اللو، اشرح لي اياها كني انا واحد مال كمبيوتر بس ابرمج. بياخذ لك اللو بيقرا بيشرح لك، يعني تخيل انت تقدر يبطل لك بي دي اف 200 300 صفحه كم يبي لك ما بتكامل انت بروحك اذا فهمت التيرمز الصعبه اصلا اللي جايه مثلا من امور كلها علاقه بالقانون. قول له سهل لي، انا هاي الشيء اللي يعجبني في انظمه الجنريتيف اي ايز لان اتس كرييتيف وجنريتيف، يقدر ياخذ المعنى ويدور لك الكلمه اللي تشابه ذي المعنى لكن الكلمه السهله اللي انت بتفهمها. حلو. نعم يعني ياخذك على قد تفكيرك بالضبط، وهالشيء انت تبيه من مساعه. بعد الفاصل انبسط الذكاء الاصطناعي. لمة شبابية مع دبل لايك، وحياكم الله في دبل لايك. حياكم الله كذلك مستمعين الكرام مع ضيف حلقتنا سيد أمين التاجر. يا مرحبا وحياك الله يا أبو بدر. الله يحييك. سولفنا عن الذكاء الاصطناعي، خلنا نبسطه شوية وندش على سؤال عميق شوية عشان يعني تاخذنا عقدتك. خلنا نمشيها شعار الحلقة هذه. ليش ناس تستصعب الذكاء الاصطناعي على فكرة؟ مروا عليك ناس؟ هو في السابق إذا بتتكلم عن التاريخ معظم اللي شغالين في ذا المجال أشخاص أكاديمية، يعني هي مثلا عندها ماسترز ديجري او عندها بي اتش دي في الذكاء الصناعي او كمبيوتر بروجرامينج او كمبيوتر سيستمز. لكن الحين انت مثل ما تشوف يعني بعيونك اي واحد تحكي عن شيء جي بي تي صار كأنك تحكي عن شيء كاجوال شيء معروف، صار كأنه هبه. وهاي الشيء الجميل ان انت قربته حق الانسان حق البشر حق الشخص العادي، ما يستصعبه نفس قبل. قبل يحس ان انا لازم اكون مبرمج متخصص ودوش ديب في الكمبيوتر، الحين لا، انت بس مثلا تدش شات جي بي تي وتسال سؤالك ان ذاتس ات. لكن إذا أنت تبي الصج بعد في موضوع البزنس في موضوع تطبيق هاي الأنظمة في عندك صعوبات مختلفة، فاليوزر المستخدم ما يشوف ذي الأمور ويشوفها بس من السيرفس. بس تخيل أنت عندك أسئلة وايد صعبة، أقدر أخذ تجربة شات جي بي تي أشغلها في شركة؟ أقدر أخليه يقرأ الدوكيومنتس مالي؟ زين شنو موضوع البروتكشن مال الداتا سكيورتي؟ زين الحين أي شيء أسوي في شات جي بي تي يبين حق لوادم؟ هل أحد بيعرف معلومات الخاصة؟ فحتى من ناحية سايبر سكيورتي أو الأمان العلاقة بالسبراني والأمور في ترى هجمات خاصه بالذكاء الاصطناعي الحين قاعد تطلع. في شغله وايد تعجبني يسمونها جيل بريكنج او بويزنينج، يعني تقدر مثلا تقول شيء حق شات جي بي تي تقص عليه فتشوفه يعطيك معلومات متعلم منها، معلومات خاصه يجوز لان ما اريد امرك شيء من قبل. بس شات جي بي تي شلون يشتغل؟ هو برنامج ما بقول لك بسيط، بس يقرا بيانات وايد ويتعلم منها. اذا هاي البيانات اللي بتعطيها اياه تعطيه معلومات بابليك ولا بتعطيه شغلات برايفت؟ يعني مثلا شات جي بي تي اليوم متعلم من أكثر من جريدة، متعلم من ويكيبيديا، فهذين المصادر مفتوحة. لكن في عندك شركات يقول لك أنا أبي أسوي نفس تجربة وأبي أتعلم من معلوماتي الخاصة، موظفيني، documents, contracts، مثل هالأشياء. أنت من صدقك بتوديهم على شات جي بي تي؟ متأكد؟ وتوا قبل كم من يوم صار هجمة سبراني على أوبن إي آي، الشركة اللي شغل شات جي بي تي. فأنت حط روحك في مكان الشخص اللي يشتغل في حكومة أو في بنك ويبي يرد على ايميل على مديره يقول انا بطلع اجازه ومسوي كوبي بيست حق الايميل كوم اللي فيه اشياء ما تنحط حطها على اوبن اي اي على شات جي بي تي، وباكر بيلك الهكر بيضحك بيطلع كل هالامور. ففي وايد نقاط لازم تعرض لها في السكيورتي في الداتا بروتكشن. حلو، هاي سؤال اوكي. انا بقول لك انا ما قلت لك اياها قبل، الحين بتتفاجئ. انا مره اختبرت الشات جي بي تي، اختبرته في طريقه واحده. انا استخدمته فتره ما فادني في شغلي، أتكلم عني أنا، يمكن في ناس استخدمه بطريقة أفضل. كمقدم ولا كمصمم محتوى؟ كمقدم وكمعد. حلو. ما قاعد يخدمني يونس، يمكن في ناس ثانية يستخدمه استخدام أفضل. حاولت بأكثر من طريقة ما قاعد، لذلك أختبر أنه هو ممكن يصير مكاني، مستحيل يعني. لا ما أنا ما أتفق وياك، متعرفني أنا وايد صريح. الشيء الأول إذا متكلم عن الإعداد تقدر تقول مثلا هاي المحتوى مالي، هاي السكريبت القديمة مثلا تقدر تعطي حتى تسجيلك السابق حق أكثر من مرة، قول هاي انا اللي اتكلم، تقعد تسوي لي سكريبت. سامحه تبي تساله وين الكاميرا؟ وين الحين اطالع؟ هاي الاعداد، يعني ما عندي اعداد، اعداد انجليزي عربي، هاي النقاط المتفقين عليها. انزين اوكي، لو بعطيه اياها وين يبينون الحين؟ يبين لا شاشه بيضاء قاعد اشوف الكاميرا. نقدر نجرب حتى عقب، تقدر تقول له سوي لي سكريبت او عطني الاسئله اللي بسالها الضيف. اوكي شوف تسمح لنا نتناقش معك؟ جو اهيد، اعطني فايب موسيقى نقاش. يعني لا تغاش ما تغاش. الحين سؤال تفضل. انا قابلتك السنه اللي طافت
واستخدم الشات جي بي تي بقول له حلل لي الكلام اللي انا قلته وامين قاله حلو بيعطيني اياه ملخص بالضبط. وقابلتك هالسنه اوكي صارت اشياء ابديت جديده في اشياء انت سويتها شخصيا حلو مو موجوده في الشات جي بي تي. هلا اقول لك اياه بروبلكسيتي مثلا النظام اللي يسوي سيرش اونلاين يقول له اعطني المستجدات اللي صارت في الذكاء الصناعي هاي الشهر او هاي السنه وابيك تعد لي سكريبت جديد في هاي الاحداث. صدق ان انا الحين يومي لك حتى كنت مجهز نفسي بهالطريقه قلت له بروبلكسيتي صار على اخر شهرين في الاي اي بس عشان اتاكد انه ما طافني شيء. اوكي هذه اوكي بس انا اتكلم في شغلنا اتكلم الحين في شغلنا في شغلنا بالضبط شنو بالضبط كاعداد تقديم انا مثلا بستضيف حمد عبد الله ابو قيس. حمد عبد الله ابو قيس فنان ومخرج حلو اوكي بيعطيني معلومات عامه بحط له مجموع بحط له نموذج بحط له اسئله مثلا او بحط له لقاء سابق بيحلل لي بس ما بيفيدني يعني شنو تحتاج منه تبي اعطيك اسئله زياده تبي يقول لك من الشخص الضيف مالك هاي الاسئله يقدر يجاوبك فيها. انا اقول لك انا اراهنك اقدر اروك مثال الله يخلي ياسمين هي مش فنانه في اختيار الله يخلي ياسمين فنانه في اختيار اقول لها مجال رياضي تقول لي تعطيني لسته فيها 100 شخص. شوف انت مثلا تحب اللمسه البشريه صح بس وايد. في شخص غيرك خصوصا اللي مثلا ذير اوبريتنج اون بادجت مثلا ما عنده سيوله وايد يقول لك انا لا مستعد استعمل انظمه تفكني ان انا اوظف لي واحد. فانا مثل ما قلت لك اكثر من مره انا على الفنس في سالفه الذكاء الاصطناعي بينفعنا وايد لكن بعد بيفتح لنا اسئله وايد مؤلمة وأسئلة وايد جدية لازم نسألها إحنا أنفسنا. هل إحنا جاهزين؟ هل عندنا الجاهزية إن إحنا نستعمل هاي الأنظمة بدل البشر؟ هل في عندنا بلان حق هاي البشر؟ أوكي في مسج جاني بس الله يسعدك هذه متابعة دائما حق تلفزيون البحرين الله يسعدك خالتي وما قصرتي تابعك يعني قاعد تقول الله يخليها أي برنامجنا إذاعي يعني هذه أوكي تسلم عليك تقول لك بسط لنا الذكاء الاصطناعي أكثر بالنسبة حق كبار السن. حلو. في السابق إذا واحد بيسوي نظام ذكاء اصطناعي كلمة ذكاء اصطناعي إيش معناته؟ يلك مبرمج ويكتب لك برنامج يحاول يتعامل مع كل السيناريوز عشان يحل لك مشكلة معينة. خلنا نأخذ مثال. خلنا عندك مثل مطار. الحين كل الأمثلة عاطهم 40 وفوق. تم. الحين أي واحد كل من يسافر. خلنا أنت بتروح المطار. زين شلون المطار يقدر يعرف الطيارة اللي بتجي اللي بتروح؟ هاي التنظيم كله مسوينه في برنامج معين. في السابق هاي النظام نفسه البرمجة مالته من مسويها مسويها إنسان مسويها شخص يحاول يفهم شلون الطيارة شلون أكتب القوانين اللي تنظم حق هاي الطيارة نيون المطار بدون ما يصير أي مشاكل بدون ما يصير أي كليجن. زين في أنظمة جديدة الإنسان ما يكون فيها من الداخل. بعطيك مثال تخيل أنت الحين عندك الكمبيوتر فيجن هالكاميرات اللي تتعرف على الويو تتوقع إن في شخص قاعد يكتب الكود بالتحليل اللي يقول هذه يونس هذه أمين؟ لا الكود هو عملية معينة يكتبونه برمجة عشان ايه؟ يشتغل الشيء. ما في واحد معين قاعد يقول أنا الحين شلون أتعرف على وجه يونس عشان أقدر أكتب في البرنامج شلون يطلع لي بوكس مكتوب إنها يونس تعرف عليه. فالطريقة الحديثة حق الذكاء الاصطناعي أن يعني تستعمل شيء يسمونه ماشين ليرنينج أو تعلم الآلة. الفكرة كومبليتلي غير. يقول لك أنت ما تكتب كود أنيمور. طبعا الحين قاعد أسهل الموضوع. ما تكتب كود نفس قبل. كل اللي عليك تسويه إنك تجمع بيانات حق الشيء اللي تبي تسويه وتعطيه ذي الخوارزمية اللي يسمونها النورال نتوركس او الشبكات العصبيه الاصطناعيه وهذه بتسوي لك البرنامج بيس على الاوتبوت والديتا اللي عندك اياها. مثال خلينا الحين انا بتعرف على خلينا نقول مثلا مثلا حيوانين معينين مثلا حلو زين خلينا نقول مثلا عندنا حصان فرضا ومثلا خلينا نقول شيء ثاني قطوه مثلا بدل ما انا اقول له هاي صوره قطوه هاي صوره حصان اعطيه صور القطاوه واعطي صور الحصان وبروحه كل مره اعطي صوره قلت هاي حصان هاي قطوه كني قاعد اعلم طفل فبالتالي هو بروحه بيقدر يعرف يفرق بدون ما انا برمجه. انت متخيل الفكره؟ انا ما قاعد ابرمج انيمور صح انا قاعد اعطيه ديتا فقط واحنا كل شيء في حياتنا مبني على البيانات. حلو بعطيك مثال بس خذني على تفكيري تقول لي يعني مثال يعني بسوي مكبوس بدون ماكله بالضبط اوكي يعني يمشي ولا ما يمشي؟ المثال قريب من الواقع يمشي ولا ما يمشي يعني؟ لا ترى يمشي يعني بعطيك يعني بسوي مكبوس بس بدون ماكله. اذا رحت بروبلكسيتي مثلا تقدر تقول له ابي تعطيني وصفه جديده اسوي فيها مكبوس بعد بيعطيك. حلو طيب أروح على سؤال هذه يعني وايد مهم نتكلم اليوم خل نبسطها حق المستمعين الكرام. هو ذكاء اصطناعي من قبل الإنسان اللي أوجده صحيح هو اللي خلقه صح أي لكن اللي خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى صحيح. فاليوم خلنا نوضح هذا الموضوع ما بين الذكاء الاصطناعي والهيومن بيهيفير والذكاء الاصطناعي خلنا نوضح هاي المعادلة بطريقة حلوة. حلو طبعا مثل ما قلت انت الله خلقنا والبشر يعني الذكاء اللي فيهم والاشياء كلها طبعا يعني العقل بروحه هي برنامج عود. زين احنا خلقنا ديفرنت ليفل
سوينا ذكاء مختلف، ذكاء اصطناعي ليحين مو قريب من الذكاء البشري. يعني مثلا اذا بسويت سيستم ما بيقدر يتعرف على المشكله ويجاوب كله، وايد يحتاج انك تساعده عشان يحل لك مشكله معينه. من شيء هالانظمه مالت الذكاء الصناعي يسمونها نارو اي اي، الذكاء الصناعي الضيق اللي هو ما قاعد يشوف كل شيء. انت تقدر تتعلم من الامثله، لو احطك في مكان بدون ما تفهم سيتويشن يبي لك شوي وبتعرف ايش صاير عشان تحل لك مشكله معينه. الذكاء الصناعي ما وصل هالليفل. بس انا من الاشخاص المؤمنه ان الذكاء الاصطناعي مع البيانات الموجوده ومع التطور يمكن يتغلب على الانسان، او على الاقل حتى في مجال الشغل، وهذه انا وايد اقولها بقوه وما اخجل منها. اللي يشتغلون في المكاتب للاسف معظم اشغالهم فيها وايد بساطه. يعني مثلا اللي يشتغلون في المكاتب، خلينا انت مثلا شغلك بس انك ترد على الايميل، ان شاء الله اوكي حصلنا الكومبلين مالتك، برد عليك ابو شوي، الو محمد تقدر تشوف لي سالفه هاي الايميل، شنو المشكله مالت الشخص. هاي نوعيه من المشاكل اللي فيها امور مكتبيه، تعامل مع النصوص مع الايميلات، تحط لك برنامج كذي تقول والله اقرا الايميل، نو ماتر شنو الاكسنت، نو ماتر شنو اللغه، افهم البلوه واوتوماتيكلي سوي لي اكشن، افتح لي تيكت، سوي لي ريستارت حق الروتر. انت متخيل الحلقه اللي في النص، حلقه الوصل، هاي تقدر تشيلها كامل، تخلي الذكاء الاصطناعي يصير هو البروكسي، يصير هو حلقه الوصل بالضبط. واغلب الناس، يمكن اغلب الناس من دش الذكاء الاصطناعي، الناس صارت تروج حق موضوع استبدال الوظائف اكثر من استخدامات وتسهيلات الذكاء الاصطناعي. صح. وفي نقطة قلت لي يا وايد مهمة، ان الذكاء الاصطناعي من احد اسبابه وانه وجد لزيادة الانتاجية. صحيح. وضح لي اياها. يعني اوكي، هو صج بدأ في العالم الاكاديمي هذا الموضوع، بس اي شخص عنده توجه تجاري نفسي انا يهمه شلون يستفيد من الموضوع بشكل مادي. في بعضهم عنده يعني قيم ثانية مثلا بيخدم البشرية وذلين، لكن إذا أنت تشوفها بشكل مادي أول شيء بتهاجمه اللي هو موضوع الوظيفة. أنت في عندك أشخاص ليش أنا مشي لها معاشات؟ هاي سؤال اليوم بصراحة. واحد بيقول لك إنزين أنا مثلا عندي موظفين، ليش ما أزيد المارجن مالي؟ ليش ما أشيل هالشخصين وأحط محلهم برامج؟ في الوضع الحالي تقدر، لأن الذكاء الصناعي قاعد يأكل الدومينز شوي شوي. صناعة المحتوى، متخيل أنت قابل تسوي سكريبت، الحين في شخص يقدر يسوي لك السكريبت. إنتاج فيديو، تقدر تعطيه الرو فيديو تقول له قصص لي فيديوهات، لين يتحكي يونس أشر عليه، نقص صوت ماله، خليه يتحكي عقب فتر على أمين. وتقدر حتى تقول له مثلا عالج، تخيل أنت كبروغرامر، دائما أقول الشيخ أنا كمبرمج، تتوقع أوه يبي لهم ماي اللي ما وصل لنا، الأوادم اللي بس في الكمبيوتر في الفاينس زين بيتبدلون شوية، بس المبرمجين يبي لهم ماي. الحين بروبلكسيتي وشات جي بي تي فكنا من وايد أشياء، تقول له اكتب لي ذي الكود، مو بضرورة البرنامج كامل بس بيعطيك سنيبتس قطع دايركت كوبي بس تشغلها تشتغل باي ديفولت. تخيل انت، فتقدر تقول له البرنامج مالي مكون من 4 سوالف، انتجها لي ما بعور راسي. ففيها اشياء زينه وفيها اشياء وايد خطيره. حلو. صدق المفروض ما اسالك سؤال، او مساحه في سؤال المفروض ما اسالك اياه، في سؤال اهم بس عندي دقيقتين. تفضل. صدق نسيته. انت قلتها في النقطه الاوليه سالفه الكوبي رايت الحقوق، بس انا اجلت لان ماشي على سيريال معين. قلتها في البدايه قلت ما بحرقه. اوكي. بس الحين ندمت. يمكن قصدك انه هل هو من يملك هاي الحقوق، هل هو الانسان ولا الكمبيوتر؟ اتوقع هاي سؤال دائما يسالونه. بس اذا ما تذكرته خليني بقول لك جواب هاي السؤال. بحكم ان الذكاء الاصطناعي حاليا يتعلم من البيانات اللي شافها، مصممين المحتوى دائما يقول لك شلون تستعمل المحتوى مالي بدون ما تسالني، انا المالك الرسمي حق هاي المحتوى، انت الحين علمت ببغاء الكترونيه تردد شيء وبس تعجن لك الكلمات. فالحقوق المفروض لي. وهذه القضيه اللي صايره بين اوبن اي اي وواشنطن بوست اذا ما غلطان، او في جريده ثانيه ما ذكر اسمها، قاعده تهاجم الموضوع. فيقول لك الذكاء الاصطناعي مو ذكاء حقيقي، هو مجرد ببغاء الكتروني. اوكي. الحين سؤال، اذا حمد عبد الله بقيس طلب مني فكره ورحت حق الذكاء الاصطناعي ايا كان، نعم، سويت الفكره واعطيت حمد عبد الله بقيس، هل تعتبر الفكره فكرتي؟ رسميا ما حد حاصل عنده جواب، بس الحلو انك تقدر تستعمل الشغله وتقول ان هاي فكرتك انت على الفلس. انا قلت لك تجاريا هاي وان وي دوينج ات، لكن كحقوق فكري انا ما اتفق، لان في الواقع هاي النظام متعلم من عمل شخص ثاني، لازم تعطي حقه. اوكي. بعيد لك السؤال، بقول لك مع ولا ضد؟ تبي الجواب التجاري ولا جواب المختلف؟ مع ولا ضد؟ اوكي. اوكي. الحين من باب الحقوق، نعم، ومن باب الافكار الموجوده في هالبرامج والتطبيقات كلها، لو واحد اخذ فكره هل تعتبر الفكره له او لا؟ انا شخصيا وايد صعب اني اجاوبك، بقول لك ليش. مثلا الحين انا لو قلت لك فكره، الفكره بتي في مخك، انت عاري باش تقولها حق شخص ثاني وعقب ما تعدل عليها شويه، فهل هاي الفكره فكرتك ولا فكرتي؟ اذا جاوبتني بجاوبك،
حلقة جاية إن شاء الله. ديال لك. تمام. اليوم كان ضيفنا مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام أمين التاجر، سوالفنا عن الذكاء الاصطناعي. أنا أخوكم محدثكم يونس العيد، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج حمد عبد الله بوقيس ياسمين مفيد، وتحيات أيضا صاحب الأياد البيضاء على تواجد سيارة النقل الإذاعي في مراسي، حسام بوعلاي من الهندسة والنقل الخارجي، نزار بوهزاع. أتمنى لكم سيئة سعيدة، في أمان الله.